أهلا بكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والدولية بعد الفاصل. نبدأ مشاهدينا الكرام من مقال الكاتب عصام الياسري تحت عنوان العراق بين مصائب الأمس وثورة الجياع القادمة. إذ شهد العراق لأكثر من 19 عاما ولا يزال جرائم قتل سياسي بحق الأبرياء، فقط لأنهم بدافع المسؤولية الأخلاقية والسياسية إزاء وطنهم وشعبهم أبوا التواطؤ والصمت، فيما وقف العديد من أصحاب الكلمة والإعلاميين العراقيين يتفرجون غير معنيين بما يحل بالبلد من مصائب وخرائب. والأغلبية الصامتة التي يجب أن يكون لها هدف أساس وقضية إطارها العام يتجسد في كيفية ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان مصالح البلد وحقوق المواطنين العامة للأجيال الراهنة والقادمة، بعيدا عن ممارسة الدولة للعنف وجرائم القتل وملاحقة المواطنين واعتقالهم في أقبية الأمن والميليشيات المسلحة التابعة لأصحابها السلطة وأحزابها. جاءت انتفاضة تشرين 2019 التي تحل ذكراها السنوية الثالثة وما تلاها من تظاهرات في العديد من المدن العراقية للمطالبة على مستوى شعبي شامل بالحرية والعدالة الاجتماعية، منسجمة وطنيا مع مفهوم القضية عندما رفعت شعارين هادفين نريد وطن ونازل آخذ حقي. تكللت بالإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته عديمة الضمير والأخلاق لفشلها في توفير أبسط الخدمات للمواطنين، إضافة إلى عجزها عن تحقيق العدالة والأمن والاستقرار السياسي وإعادة إعمار البلاد. لم ير العراق في تاريخه الحديث حكومة متورطة في أعمال القتل والتمييز والنهب والخضوع لإرادات خارجية إقليمية ودولية مثل تورط حكومة عبد المهدي، وبات العراق في ظلها مهددا بالتزيئة والتشرذم والاحتراب. لا شك في أن هذا الواقع سوف لن يفضي بأي حال من الأحوال إلى شرعنة هذه الطبقة دراماتيكيا لإضفاء نوع من المصداقية على سلوكها وتبرير ما ارتكبته من خطايا بحق الشعب والوطن، إذ إن الثورة قادمة لا محال. إلى الكاتب جاسم الشمري الذي ذكر أن الغربة لا تكون غالبا في الظروف الطبيعية، ولهذا يضطر بعض الناس في أزمنة الخراب السياسي والأمني والثقافي والمعاشي للهروب من بلدانهم نحو المجهول، وبالمحصلة يجد الإنسان نفسه وسط بيئة غريبة تختلف بعاداتها وتقاليدها ولغاتها عن بيئته السابقة، ومع ذلك يجب عليه وهو المضطر أن يتأقلم مع حياته الجديدة شاء أم أبى، وتتنوع موجبات الغربة للعراقيين، ولكن هجرتهم الأكبر كانت بعد الاحتلال الأمريكي في العام 2003، ومن أبرز أسبابها فوضى الحكم والقتل العشوائي منظم والتهجير والاتهامات الكيدية. وتنقسم هجرة العراقيين إلى نوعين، النوع الأول وهو الأكثر هجرة لا إرادية أي إجبارية، كانت بشكل واضح إلى الأردن وسوريا وتركيا، منها إلى جميع قارات العالم، قد توزع العراقيون في أكثر من 80 دولة. أما النوع الآخر فهو الأقل، وهي الهجرة الإرادية أو الاختيارية، ولكن غالبا تقع لدول الجوار أيضا ومنها لأوروبا وغيرها. الهجرة الاضطرارية، نجد أن غالبية المهجرين لفقت ضدهم تهم كيدية أو سبق أن سجنوا أو صدرت بحقهم مذكرات اعتقال وغيرها من الأساليب الجائرة التي دفعتهم للتضحية بالغالي والنفيس للهجرة والنجاة من الذل والموت المحقق. أما بخصوص الجانب الرسمي العراقي فقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة أوضاع المغتربين والمهجرين وضيقت على الكثيرين منهم بقطع رواتبهم وإقالتهم من وظائفهم بعد تهجيرهم، وبعدم إصدار جوازات سفر للكثير من المعارضين.
وحتى اليوم لم نجد أي حكومة اهتمت بإيجاد الحلول الشافية لمشاكل المغتربين الوظيفية والقانونية، بما فيها حكومة محمد شياع السوداني التي شكلت قبل 8 أيام، وقالوا إنها تختلف عن سابقاتها. ولا أدري كيف تتفق هذه التصرفات التعسفية والديكتاتورية مع مفهوم الديمقراطية الذي يتغنون به. ونقرأ مقال الكاتب عمر الحمداني بشأن مأساة المستشفيات في العراق والأخطاء الطبية. يقول فيه: ماتت امرأة مريضة بسبب مضاعفات عملية أجرتها، فتحرى أهلها عن المستشفى ومن المستشفى عن الطبيب لمعرفة سبب الوفاة ودور هذا الطبيب فيه، من أجل الاتفاق معه أي مع الطبيب على دفع تعويضات. نعم، يحدث هذا في العراق وأيضا في أماكن لا علاقة لها بركب الحضارة. وفي غياب التشريعات والقوانين فإن الارتجال والحلول العشائرية تكون الحل. القصص عن الأخطاء الطبية لا تعد ولا تحصى، وفي بعض الأحيان الأخطاء البسيطة تقود إلى نتائج كارثية تنتهي في الغالب بموت محقق، مثل تلك المريضة التي عانت من أوجاع في جسمها فنقلت على عجل في سيارة الإسعاف لقسم الطوارئ، فتم توجيهها بسبب إهمال وجهل وعدم تدقيق لقسم الحوادث، وهنا تم حقنها بالمغذي طوال الليل. وبسبب فشل الكلى في التخلص من السوائل وصل الماء للرئتين فماتت على الفور. فلت المسؤول المهمل بلا عقاب، ولكن الأخطاء الطبية لا تعطينا الحق في أن نشرع قانون الغاب فنأخذ حقنا بأيدينا، بل يجب أن يكون هناك قانون حكومي رادع يحاسب على الأخطاء الطبية، وأن تتوفر للكادر الطبي الفرصة لعرض ملابسات أي حالة، وأن تحافظ المستشفى على سرية وهوية منتسبيها من العابثين والباحثين عن الانتقام الشخصي. نشر موقع ميدل إيست آي تقريراً لإليس جيفاري تحت عنوان: الانتخابات الإسرائيلية، فوز اليمين المتطرف أزمة اليهود، أزمة لليهود البريطانيين. ذكر فيه أن هذا الانتصار الذي تحقق في الانتخابات الإسرائيلية لائتلاف اليمين المتطرف الذي يقوده بنيامين نتنياهو إلى جانب تحالف من أحزاب المتدينين الأرثوذكس والقوميين المتشددين، قد أدى إلى انقسام الرأي العام داخل المجتمعات اليهودية في بريطانيا. وبحسبه لا أدل على هذا الانقسام مما صدر من رد فعل من صحيفتين يهوديتين رائدتين هما جوش نيوز وذا جوش كرونيكل. ذكر أنه في مقال افتتاحي بعد انتخابات الثلاثاء والتي فاز بها تحالف نتنياهو ب 64 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعدا، حذر صحيفة ذا جوش كرونيكل من أنه لم يكن ليهودي بريطانيا شأن في أن يحكموا على كيفية تصويت الإسرائيليين في انتخاباتهم. من المحتمل أن يتقلد الرجل الذي هلل فرحاً بجريمة قتل إسحاق رابين منصب وزير الأمن أي بن غفير، ويصبح الرجل أي سمورتسيتش الذي يرغب في حظر الوجود العربي مسؤولاً عن الدفاع يدعو بن غفير الذي يقيم في استوطنة كريات 4 غير القانونية داخل مدينة الخليل الفلسطينية، إلى الإبعاد الجماعي للفلسطينيين من وطنهم. وفي واحد من تجليات ردود الأفعال المنقسمة داخل المجتمع اليهودي تحدثت ياخاد، والتي تصف نفسها بأنها حركة مكونة من يهود بريطانيا، إن الحزب الديني الصهيوني الذي يقوده سموتريتش يمثل الفوقية اليهودية والفصل والعنصرية ضد الفلسطينيين. هناك تصدع متزايد بين الصهاينة الليبراليين وخاصة في أوساط الشباب منهم الذين يعارضون التوجه اليميني المتطرف في السياسة الإسرائيلية، هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى الصهاينة الأكثر تعصباً والذين يدعمون مثل هذا التوجه.
وصف العديد من المحللين الأمريكيين بشكل مفرط انتخابات التجديد النصفي بأنها ستحدد هوية الرئيس الأمريكي المقبل وستحدد أيضا مصير الولايات المتحدة وفقا لموقع ذا هيل الذي ذكر أن التيار التقدمي يشير بقلق من أنه ستقيد برامج الإنفاق الكبيرة التي سنها الكونغرس في العامين الماضيين، على حين يشعر التيار المحافظ بقلق من تصاعد نمو سيطرة الحكومة ومن تعرض الاقتصاد الأمريكي إلى شلل بسبب الإفراط في الإنفاق. يمكن لأمريكا طباعة مزيد من الأموال لتسديد ديونها، ولكن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تضخم إضافي مفرط، وهناك خطر متزايد من المواجهة المباشرة مع روسيا والصين وتصاعد التهديدات لاستخدام الأسلحة النووية. هناك أيضا احتمال متزايد للتضخم والضعف الاقتصادي العام، مما يؤدي إلى الركود الأمريكي والعالمي في العام المقبل. إن سياسة الرئيس جو بايدن ستؤدي إلى تأجيج الأزمة، حيث سترتفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، كما سيتم استنزاف الاحتياطي الاستراتيجي من البترول، وستؤدي سياسته إلى المزيد من التضخم، وبالتالي عدم قدرة الطبقة الوسطى والفقيرة على دفع الفواتير. ويواجه الجمهوريون مشكلة متعددة الأوجه تتعلق بكيفية تقليل الإنفاق الحكومي لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وكيفية تعويض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار سوء الإدارة في الاحتياطي الفيدرالي وكيفية مساعدة صناعة الطاقة الأمريكية على إعادة توازن العرض لمساعدة الاقتصاد على التعافي واستعادة استقلال الطاقة والأمن القومي وكيفية وقف ما يبدو أنه الفساد المتزايد ومسرح الأداء السياسي وكيفية الحد من التشرد والجريمة الحضرية وتأمين الحدود. ويمكن القول إن الاقتصاد الأمريكي هو الأكثر هشاشة منذ عقود، حيث يزيد الدين القومي عن الناتج المحلي 125%. قصيرة مشاهدينا الكرام مع الرسوم الكاريكاتيرية. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة. نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة. تعلم طفلة سورية في أحد مخيمات النزوح أقرانها من الطلاب القراءة والكتابة والحساب. قد حولت خيمة إلى صف دراسي مع لعدم وجود مدرسة في ذلك المخيم. هذه المعلمة الصغيرة مريم تبلغ من العمر 10 سنوات. فقدت والدها في عام 2017 بقصف لنظام الأسد على مدرستها في بلدة كفر بطيخ في ري ريف إدلب الجنوبي في شمال سوريا. وفي عام 2019 نزحت مع أمها وقربائها إلى مدينة عفرين خاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي، وسكنت هذه الطفلة هناك في مخيم الرحمة للنازحين. ولأنه لا توجد مدرسة في المخيم، خرجت مريم بفكرة أن تنقل ما تعلمته في أثناء دراستها
مدرستها في بلدتها قبل النزوح إلى أطفال المخيم الذي يضم 45 خيمة. تدرس مريم تدرس نحو 20 طالباً، تدرس أساسيات القراءة والكتابة والحساب، وترغب في أن يكون في هذه المخيم مدرس ومعلم بأسرع وقت. بشأن التغير المناخي، لقي 7 أشخاص في الأقل حتفهم في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، وذلك في ولاية أنزوا تيوغوي الساحلية بشرقي فنزويلا حسب ما أعلنت السلطات الإقليمية. قد عثر على 6 جثث في مدينة وريتور لاكاروز، وجثة أخرى أيضا لطفل في بلدة غوانتا المجاورة، على ما أعلنه حاكم الولاية لويس ماركانو. قد قضى قرابة 80 شخصا في فنزويلا الأسابيع الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة، بينهم 54 شخصا قتلوا في انزلاق أتربة في 8 من شهر تشرين الأول أكتوبر في لاس تخيرياس بولاية أراغوا في شمال ووسط البلاد بحسب تقارير رسمية. قبل الختام مشاهدينا، نتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Tonight, 4 teens killed in a deadly upstate New York car crash involving a stolen Kia that police say may be linked to a popular TikTok challenge. تيك توك والتحديات. نطالب بحذف تيك توك، هاشتاج سبق وأن أطلق عربياً في نداء للحد من المشاكل المجتمعية التي يسببها تطبيق تيك توك الصيني، والذي أطلقته شركة بايت دانس الصينية عام 2017. فمن أين تأتي خطورة تيك توك؟ تحديات الموت. تحدي كيا يشرح كيفية سرقة السيارات انطلق على موقع تيك توك، وقد تسبب بارتفاع معدل سرقة سيارات كيا وهونداي بنسبة 85% للأشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بالعام 2021 بحسب شرطة لوس أنجلوس. التحدي نفسه أسفر عن وفاة 4 مراهقين في نيويورك بعد تعرض السيارة التي سرقوها إلى حادث وفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية. ومن التحديات المرعبة تحدي كتم الأنفاس إلى حد الإغماء، والذي تسبب بوفاة أطفال، إضافة للترويج للانتحار بالسماح بتقديم مقترحات تتضمن أساليب ووسائل لإنهاء الحياة وفقا لصحيفة ذا تايمز البريطانية. رقابة سياسية. يمتلك تيك توك أكثر من 1.1 مليار مستخدم نشط شهريا، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 1.8 مليار مستخدم بحلول نهاية 2022 بحسب بيزنس أوف أبس. إدارة تطبيق تيك توك لطالما قالت إنها تبذل جهودا حثيثة لضبط المحتوى وتقييده وتقنينه، رغم ذلك تستمر التحديات الخطرة، علما وأن تيك توك الصيني يحظر تماما المنشورات التي تتعلق باحتجاجات هونغ كونغ وانتقادات ملف حقوق الإنسان في الصين وفظائع معسكرات الاحتجاز في إقليم شينجيانغ والانتهاكات ضد الإيغور. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية في صدى الأقلام. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.